هذه السنة سجلنا حضور 1018 دار نشر ممثلة ل 48 دولة. الجزائر يعني 49 دولة، بزيادة بالنسبة للدورة الفارطة ب 6.18%. إخوة الجزائريين، عدد دور النشر هذه السنة المشاركة في المعرض هي 279 دار نشر جزائرية. الكتب التي تم التحفظ عليها هذه السنة من لجنة القراءة هي 54 عنوان، السنة الفارطة كانت 130 عنوان. عدد المحاضرات واللقاءات التي برمجناها لهذه السنة تفوق 40 لقاء ومحاضرات وإسراد بوجوه كبيرة، سواء من الجزائر ولهم حصة الأسد. يكون معنا زيادة على الحائز على جائزة نوبل السيد مويان المخرج السينمائي الكبير غوستا غافراس لتقديم كتابه الأخير، وهو عبارة عن مذكراته لخمسين سنة من العمل السينمائي.